المعيشه في مدينه مالاغا. اجيو تشوفوا بشحال غندوزوا النهار ديالنا في مالاغا. غادي نحاولوا نفطروا ونتغداو عند خوتنا المغاربه اللي كاينين هنا. اول حاجه فقنا مع الصبح وغنمشوا عند واحد السيده اللي كدير فطور مغربي. تبارك الله الاخوان، السيده تبارك الله هي اللي خدامه نايضة مع الصبح على المحل هنايا، وكتعجن المخمر وكتعجن المسمن وكتعجن المهم كتوجد الفطور دام على راس الله يعطيها الصحه. كيعجبوني الناس بحالك والله. من فيك يا طيب. فاش جينا عندها مع الصبح لقيناها باقي يلا كتعجن، وقلنا غنتسناو. من بعد ما طاب داكشي مشيت عندها، وشحال ما بقيت كليت المخمر والمسمن قلت اللهم ناخذ. وسام البطبوش شنو دير فيه اخو؟ فرماج الزيت. تا هنا فرماج الزيت. شي كاس شي كاس ديال هذا فالي. انا نص نص صغير. وغنريح في لاطيراس المغرب، وغنريح هنا وفي هذا الجو مع الصباح. يا سلام. ريحت كنفطر انا والدري صاحبي، والواعره شناهي هي كتسمع الفروج كيقاقي على الصباح. بمناسبة اليوم كان الجمعة، الناس كتصلي صلاة الجمعة مع كاين الجامع قريب ليهم، وهنا كاينين قهاوي كيديروا كسكسو الاخوان، وكيجوا الناس كيتغداو هنايا افارقة ومغاربة. عرفتي لك انت عايش في هاد البلاصة هادي كاع ما تحس براسك في الغربة، راه كاينين حداك المغاربة بزاف. اقسم بالله الدراري خدامين فيهم مغاربة. ريحت كنكوموندي بحال مريحة غير في الدريبة. الله يحفظك اخويا. داكشي ديال ولاد الشعب بحال المريح مدينة قديمة هادي، داكشي ديال البوصاف. الناس مريحين مع اليوم الجمعة، كل شاد الطبسيل ديالو ديال الكسكسو، مريح كيتغدى عالي. الدري صاحبي شاد الطبسيل ديال اللوبيا، وانا شديت هاد الطبسيل ديال الحوت والكراميل والكروفات. الثمن ديالو ما كيفوتش 4 اورو. مدينة كبيرة ما مزياناش حتى العيشة فيها، ما مزياناش. مدينة كبيرة فيها الخدمة، مدينة صغيرة فيها الخدمة. ما بغيت غير لو خدامين الصعب. انا روينا الدراري ديالنا خدامين. انا فيما مشيت نخدم، اي بويبلو في اي مدينة في اي دولة انا نخدم. هذيك بيعوش لها شي صنعة شي حاجة تعلمت فيها في البلاد. اولا رمانو. انت ماشي اللي هنايا راه هاد البلاد هادي ما لو ما كانت شي عندك ولا مثلا الصنعه ولا شي حاجه شي موهبه في يدك ولا شي حاجه عندك حلي مساوي والو ما صالح حتى شي حاجه. كنقولها كنقولها انا في الفيديو. كنشوفك انا كنشوفك الفيديو. نقول لهم بالنسبه للناس خاصهم ما شي حاجه في يدي تحت منه ويطلع الغربه. واللي سال على الله بلا خدمه بلا ولا يخسر راسو عنده رزقه كيستنى. من بعد ما تغدينا جينا للدار، ريحنا شويه وارتاحينا مع راسنا. الو عشيري. وصلت ديك 8 العشيه ورجعنا للبلاصه اللي كنا فطرنا فيها مع الصباح. وما كيديروش غير الفطور بوحده، كيديروا الفطور والغداء والعشاء والكسكروت. وشنو باقي باغي اكثر من هادشي سي اسامه؟ وهاد الطبسيل اللي خديت الثمن ديالو كيوصل 5 اورو تقريبا. النهار كامل ديالنا دوزناه بشي 17 اورو. اش بان لكم واش غالي ولا رخيص؟